معنا هلا دكتورة ميسم عكروس. صباح الخير. صباح الورد. حضرتك استشارية أمراض باطنية واستشارة جهاز هضمي وكبد وعضو وزميلة الكلية الملكية البريطانية للأطباء. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. يعني عم نحكي وكنتي معنا يمكن بتفاصيل الحلقة قد ايه مهم نعطي كل جزئية بهالمرض حقها. هلا رح نحكي عن فيروس بي، واحنا بنعرف برضه هو يعتبر من الانواع اللي شوي لازم نكون حذرين فيها لانه طريقة العدوى كثير سهلة. فتحكي لنا شو هو فيروس بي بالتحديد. ان شاء الله. صباح الخير لدانا ولجميع القائمين على قناة رؤيا ولمشاهدينا الكرام اللي تعودوا يشوفونا باستمرار من منبركم الحر. ان شاء الله ما يكونوا ملوا منا، بس الموضوع كتير مهم أكيد. وبحس انه كتير مهم نضل نعيد ونحكي فيه. بالنسبة لفيروس الكبد الوبائي بي بالذات، هو واسع الانتشار بالعالم كله. ببلادنا اخر دراسة كانت بال 1987 وفرجة نسبة لا تقل عن العالم، وما يقارب 9% من الناس مصابين بفيروس الكبد الوبائي بي. طبعا ما في دراسات جديدة، بنتمنى يصير وبنتمنى انه يكون اقل كتير. هلأ طرق انتقال الفيروس كتير سهل، لأنه بنتقل بكافة سوائل الجسم زي ما ذكر دكتور بشار بالتقرير. بنتقل من خلال الدم ومشتقات الدم، بنتقل من اللعاب، بنتقل في حليب الأم، بنتقل خلال الولادة، وبنتقل بالمخالطة الجنسية. فإذا هو سهل كتير طرق انتقاله. أفقيا، لما بنحكي أفقيا يعني بين أفراد الأسرة الواحدة بدون العلاقات الجنسية، كما هو عموديا من الأم للطفل، وكما هو بالتزامن زواج وبالعلاقات. فهون بيجي أهمية الوقاية والوضوح بمعرفة كيف تبعد نفسك عن هذا الفيروس. نبلش بالدم ومشتقات الدم. كان رائج وشائع انه نقل الدم وبنك الدم من اشهر طرق بانتقال الفيروس من خلال الناس اللي بيحتاجوا نقل دم متكرر زي مرضى الثلاسيميا وتكسير الدم، الناس اللي بياخذوا دم لحوادث او عمليات، الناس اللي بيغسلوا كلى على اجهزه غسيل الكلى. فهون بيجي دور انه هاي الاشياء كلها ان شاء الله بنكون تخطيناها احنا عنا بالاردن. يعني بنك الدم من ال 93 الفحص كان شديد ودقيق، وأظن في محطة رح تحكي بهذا الموضوع بالتفصيل من قبل المختصين. بالنسبة لغسيل الكلى أصبح الوعي واضح جدا، والإمكانيات سهلت أنه يكون في يعني آلة خاصة ماشين للمصابين بالأمراض، ومقسمة ماشين للمصابين بسي وللمصابين في بي. إن شاء الله بنوصل مرحلة أنه للمصابين بالأفرع من هذه الفيروسات، لأنه كل فيروس في منه واحد اثنين ثلاثة. فهيك بنكون طبيا إن شاء الله فادينا مرضانا الفرص الانتقال إن شاء الله. بتحسي بالفعل بالأردن يعني المرضى يكونوا مطمنين؟ خلينا نحكي إنه ما رح يجيلهم هالفيروس بطريقة إن شاء الله. بضل لازم يضلوا يتوخوا الحذر والحيطة وينبهوا دائما دكتور الأسنان الجراح. بنرجع للطرق الأشياء اللي بتصير شعبيا، وهاي هون دور المريض نفسه إنه يحمي حاله من خلال التوعية، زي التاتو، زي الحجامة، زي المناكير والبديكير، الحلاقين إذا استخدموا نفس الشفرة لأكثر من شخص، وهاي هون بكمن خطر شديد. يعني أبناء الأسرة الواحدة ما يستعملوا شفرة أبوهم أو أخوهم المصاب. وبشكل عام كل الناس ما تستعملش أدوات حادة لغير بعض، يعني لأنه وارد أنه أي حدا يكون مصاب وما بيعرف، كون أنه هلأ رح نحكي كيف المرض صامت. هنا طرق الانتقال العامة. الوالدة في بي أي أم حامل يجب أن تفحص نفسها، لأنها إذا كانت مصابة في أو حاملة لبي غير نشطة ممكن ابنها يحمى بجرعة واحدة عند الولادة، ويجب أن تكون في أول 3 أيام. فهون دور أول 3 أيام من شو؟ من ولادته. فهنا بتكون دور الأم كبير ودور طبيبة النسائية أو طبيب النسائية. ودكتور عامر بترك له المجال رح يحكي بالتفصيل في هذا الموضوع. بالنسبة للأمور الأخرى اللي هي الأدوات، كل واحد يأخذ أدواته الحادة. لما بيروح على الصالون، لما بيروح على الحلاق، لما بيعمل مناكير بيكون مضمون. والحجامة إذا ما إلها داعي طبي، وأغلب الظن ما إلها داعي طبي. والتاتو يعني هو أشعر وكأنه إذا كان في حفر على الجسم وكأنه في إهانة للجسم. فيريت إحنا
احنا نتفادى هاي الاشياء حتى نحمي نفسنا من المرض، ودرهم وقايه خير من قنطار علاج. حكي كثير حلو. يعني ممكن مع عادات احنا بنفكر انها عاديه وش بدها تعمل وما بتاثر، صحيح. لكن المفروض يمكن من خلال حديثنا تصير العين ذكيه، تلقط انه هذا الاشي فيه خطوره، هذا الاشي ممكن يعطيني مرض يعني انا بغنى عنه، مش متوقع. صحيح. اكيد. طيب لو نحكي انه مرض صامت وهون الصعوبه وهون التحدي، انه بضل موجود بالجسم ما حدا بيعرف لايمتى، وبعدين فجاه تظهر الاعراض، فشو المفروض نعمل بهذا الموضوع؟ هلا كل انسان يشعر بانه كان عرضه للمذكورات اعلى يروح يفحص. اوكي. الفحص بيكون من خلال فحص دم، بفحص عن انتيجنز، جزء من بروتينات معينه بالفيروسات لبي ولسي، هي اجسام مضاده موجوده بالدم. اذا كانت بوزيتيف يراجع الطبيب الاختصاصي، واصر على ان يراجع الطبيب الاختصاصي، لانه احيانا في رسائل بتوصل للمرضى غير سليمه. يعني في عندي عائلتين او ثلاثه مصابين كل الابناء من الام، واحد الاطباء في مكان ما حكى لهم كلوا سكر. ووصلنا مرحلة انه في احدى العائلات في الشاب مصاب بالتشمع وعنده كانسر، وبالعائلة الثانية الصبية الجامعية عندها تشمع كبد وعم تاخد علاج. هون منقول انه لو كل شيء بلش على البدري، كان المتابعة والعين الطبية المختصة كانت على هدول الناس، ساعدتهم اكثر ما يوصلوا للمراحل المتقدمة. طبعا. فالسكر مش علاج، السكر مش وقاية، وما بمنع تقدم المرض، لازم نشوف الطبيب المختص. اذا كل حدا يفحص إذا شاك إنه كان عرضة للإصابة، أو قريبه أو والدته أو والده أو إخوانه عندهم المرض، إذا هو لازم يفحص. إذا بيشتغل بمختبرات وتعرض في يوم لغزة إبرة، شفنا إحنا تقرير الشباب كمان، وشفنا إنه الحذر جدا شديد وضروري بالمختبرات. إذا كان طبيب وكمان تعرض لدم شخص مصاب، يعني المخالطة لشخص مصاب زمان وببلاد برا، يعني الناس اللي بيتعاطوا المخدرات بالوريد، وإن شاء الله بيكون بعيد عن مجتمعنا. آمين. بس منحب ننبه دائما. أكيد. المخالطات غير السليمة غير السوية، الشذوذ الجنسي بيزيد الفرص كثير. فيجب أن يفحصوا هدول الناس اللي تعرضوا لهيك مواقف. نرجع منقول إنه كل إنسان إذا بصح له يتأكد إنه مش مصاب بيكون كتير منيح. طبعا. بس من 95 وطالع كل أبنائنا بالأردن كانوا مطعمين ضد فيروس الكبد الوبائي بي، وهذا صراحة كان إشي رائد في المنطقة. كان يصير ضمن أول برنامج المطاعم، برنامج المطعوم الوطني لكل أردني، كان بمجهود جمعية أصدقاء مرضى الكبد طبعا، ومع التعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. ممتاز. من 95. من 95. فهذا الجيل المفروض إن شاء الله يكون محمي إن شاء الله. يا رب. طيب معنا اتصال. ألو. الخير. صباح الخير أيمن، كيف حالك؟ يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب، تفضل أيمن. والله بدي كنت أسأل دكتورة ميسم إنه هل هذا المرض في تشابه بأعراضه مع أمراض ثانية؟ لأنه بصير في تشابه بالأعراض، الإنسان ما بشعر، فبروح على الطبيب بصير تشخيص خطأ. بعد فترة بحكي لك لو شخصنا بدري المرض هذا كان قدرنا نعالجه. المريض بتروح فيه، أنا والله يعني هاي الشغلة مهمة، لأنه مثلا إصفرار البول، نزول الوزن، فقدان الشهية، هذا يعني أعراض الأمراض كثيرة. فكيف مثلا انسان مثلا بيقدر انه يميز فيها؟ لانه في امراض اطباء بتشابه مثلا مع امراض ثانيه، صحيح. فبصير علاج الامراض الثانيه مثلا بعد فتره بحكي لك والله خلينا نعمل فحص هذا الموجود، بيطلع انه هو التهاب كبد بتكون مصابه راح متقدم. اوكي ايمن، بدي اشكرك على هالسؤال، شكرا لك. لو بدنا نحكي عن الاعراض، يعني زي ما حكى في مرات بيكون في اسهال، في تعب، ارهاق بالجسم، فقدان الشهيه، وهي اعراض كثير بنسمع عنها وعامه جدا، ولاكثر من مشكله او اكثر من مرض. والصراحه فيروس كبد الوبائي بي في له طورين، يعني ممكن ان يكون حاد وممكن ان يكون مزمن. اذا اجى المرض حاد بيجي على شكل اعياء وارهاق وحراره، قد يكون الم بالجهه العليا في البطن، اصفرار بالعين، وبالتالي من ضمن الفحوصات لازم يكون فحوصات الكبد. يعني دائما بحكي انا اي مريض بيجي عنده اعراض الالتهاب الشديد لازم تنفحص انزيمات الكبد، وهي بروتونات موجوده بالدم تعكس اذا كان الكبد غير سوي. هلا عشان يكون في اعراض في الطور الحاد لابد انها تكون الانزيمات عاليه، فهون ممكن احنا نمسك المريض ونتوجه لفحص فيروسات الكبد. الانزيمات
عالي يعني بيكون بالدم ممكن تكون بالمرحله اللي فيها الاعياء الحاد. هلا في الحاله المزمنه هي اللي ممكن تكون الانزيمات طبيعيه والمريض عنده الفيروس من سنين. هون بنرجع لموضوع انه المريض لازم يكون اذا الطبيب ساله وعنده الخطر التعرض ساعتها لازم يفحصه. بس كمان كثير من ذوي الامراض الكبد الوبائي المزمنه اذا صادف انه عنده اعراض بيكون بيصادف عنده الانزيمات معتله حتى لو بعض الشيء. فبده الطبيب المختص يقيمه طبيعي okay. بده يمر على اطباء ويمكن يعطوه مضادات حيويه ويعالجوه على انه التهاب فيروسي. مش كثير رح يفرق اذا كان كثير بسرعه وصل للاختصاصي حتى ما نخوف الناس احنا لانه بتصير وعم نشوف احنا فيروس كبد وبائي ايه بيجي لعنا بعد اسبوع من مراجعه طوارئ المستشفيات واخذ اوبر الفولترين واخذ مسكنات الحراره واخذ الانتي بايوتكس ومع ذلك بتمشي الامور ان شاء الله. طيب يعني احنا شفنا بالتقرير رائد عنده كان التهاب او فيروس التهاب الكبد الوبائي سي وانت كمان تابعتي حالته. ودائما بنحكي انه احنا اذا عندنا وعي بالمرض الحلول موجوده الاطباء بيساعدونا والعلم عم بتطور. فشو العلاجات المطروحه لبي تحديدا؟ خلينا هلا العلاجات متوفره. بحب أذكر أنه مش كل مريض مصاب في بي بحاجة للعلاج. يجب أن يقيمه طبيب الاختصاص لأنه في عنا أسس معينة ضمن بروتوكولات عالمية منقرر إذا هذا المريض سيستفيد من العلاج وهو بحاجة في هاي المرحلة للعلاج أم لا. العلاج متوفر حبوب على شكل حبوب تؤخذ يوميا بكذا نوع وأغلبها موجود بالأردن الحمد لله ومن ضمن الأدوية اللي بتوفرها وزارة الصحة. الأوبر كمان متوفرة أوبر الانترفيرون وتصلح لبعض المصابين في فيروس الكبد الوبائي بي وأيضا متوفرة على حساب الدولة وموجودة. العلاج الحبوب ما لوش أعراض جانبية تقريبا يمكن أن يستفيد منه المريض بشدة بدون الأعراض ما عدا أحدهم يؤثر على الكلى يعني بس الطبيب ممكن يتابع. الأوبر ممكن تعمل شوية إعياء وكسل لكن الفرق أنه العلاج فيها قد يكون مدة محدودة بدل ما المريض يأخذ الحبوب لفترة طويلة جدا وقد تكون العمر كله طيلة العمر. إذا تقدم الوضع أيضا هنالك حلول يعني حتى المريض اللي بيجينا بمرحلة التشمع وبمراحل متقدمة في حلول كثيرة في حلول علاج تحسين نمط الحياة وتحسين الكواليتي أوف لايف نوع الحياة اللي بده يعيشها من بعض الأدوية. بصير عندهم هدول ناس استسقاء بصير نزيف بصير دوالي بالمريء قد يكونوا عرضة لسرطان الكبد. كلها ممكن التعامل معها إذا الطبيب كان بيعرف مريضه والمريض مداوم على المتابعة. إذا وصلنا مراحل متأخرة جدا زراعة الكبد موجودة. زراعة الكبد متوفرة بالأردن وعلى أيدي جراحين وأطباء أردنيين ماهرين وبمتابعة أخصائيين كبد مميزين موجودة بمركزين بالأردن بمستشفى الأردن وبالخدمات الطبية الملكية. بالخدمات الطبية أنا عاصرت هذا الإشي وشفت أطباءنا قديه مميزين النتائج كانت مذهلة. المشكلة الوحيدة اللي عم بتواجهنا أنه منتمنى يوصل الوعي لمجتمعنا أنه يتبرع بأعضاء المتوفى لأنه لحد هلأ إحنا التبرع من العايشين من الأقارب جزء من الكبد ويعطى للشخص المصاب وينمو الجزئين في الكبدين في الجسمين يعني منتمنى نوصل مرحلة أنه يكون في ليست متبرعين في حالة الوفاة بالحوادث الكبد سليم أي أمراض أخرى سريعة التوفي ما نعتبره إهانة للجسد لا يهين الجسد ويأخذ بطريقة علمية محترمة للجسد ويبقى الميت بكرامته وهو شائع بكل الدول وصار حكي بأكثر من موقف أنه حتى دينيا ما عليه مشاكل. وإن شاء الله الجمعية بحلمها تأسس لجنة تحكي بهذا الموضوع وإن شاء الله نوصل أكيد. هذا أكيد أشكرك أنا إن شاء الله أتمنى شفاء لجميع. دكتورة ميسم عكروش استشارية أمراض باطنية واستشارة جهاز هضمي الكبد شكرا لحضورك. أهلين.